بعنوان أبناؤنا والمسؤولية الوطنية، نظمت مراكز التنمية الأسرية بالشارقة جلسة جيران النسائية بضاحية مويلح، التي استضافت سعادة نعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونظمت بمشاركة نحو 60 سيدة. تحدثت الشرهان عن دور الأسرة في تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس أبنائها، وأكدت أن الأوضاع التي تمر بها دولة الإمارات العربية المتحدة وخوضها الحرب بجانب قوات التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن زادت من عزيمتنا وتلاحمنا والتفافنا حول قيادتنا الرشيدة، مثمنة تضحيات أبطالنا الشهداء.